وقت الإمساكية قبل أذان الفجر. نعم نحن أوقات بصير يعني نتلخبط بالوقت، ممكن نشرب قبل بعد دخول وقت الإمساكية قبل أذان الفجر، ممكن نشرب شوية مي، هل فيها مشكلة؟ يعني إذا كان لسه ما أذن الفجر ما في بأس، ما في شيء اسمه إمساك قبل الأذان، يعني نحن مطالبون أن نمسك مع الأذان، فإذا أذن خلاص أمسكوا. أيوة يعني بوقت الإمساكية هي العشر دقائق اللي قبل. لا لا هذه غير صحيح، هذه فقط توضع في بعض التقاويم لأجل الاحتياط، ولا هذه ليس لها يعني تأثير.